خلاص الباشا داخل الجامعة وهيجيب لابتوبه الجديد، ومقتنع ان هو اقوى واعظم واسرع لابتوب في العالم، صح؟ او يعني انت عندك لابتوب واتخرجت من الجامعة ومقتنع ان انت برضه عندك اقوى لابتوب في العالم. احب اقول لك لا، الكمبيوتر ال 8 جيجا رامات و256 جيجا اس اس دي اللي انت فرحان بيه ده مش اقوى حاجه خالص، ولا حتى في الموبايلات، لان دلوقتي نزل انواع ستورجز وانواع رامات موجوده في الموبايلات اللي احنا بنمسكها زي فايند اكس 2 برو مثلا، الموبايل الاخير لسه نازل من اوبو، اقوى بمراحل من معظم اللابتوبات الميد تو هاي اند الموجود. احنا كان هنا على اللابتوبس يا جماعه في مصر موجوده في رينج 700 $800 10000 جنيه 12000 جنيه، موبايلات بتحط في جيبك اقوى منها مش واحد مين. النهارده هنتكلم بتعقيد وفي نفس الوقت ببساطه، عشان عارف ان مش كل الناس بتحب تتعقد في الحاجات دي، انا بحب جدا بس مش كل الناس كتير بتحب الموضوع ده. ومن غير اي كلام كتير يا اهلا وسهلا بيكم في سلسله في السريع، وهنتكلم النهارده عن انواع الاستورج واسرع نوع استورج في العالم اليو اف اس 3.1. مبدئيا كده انا خفت تفاصيل، احب اقول لك ايه لازمه الاستورج السريع. دلوقتي حد ممكن يجي يقول لي انا موبايلي سريع عشان البروسيسور اللي عندي سريع. كلامك نصه صح ولكن النص التاني خطا. لو البروسيسور عندك سريع ولكن الاستورج بطيئه، وده لايف تيست هنعمله لكم كمان لحظه، انت ممكن تفتح الابلكيشنز بطء جدا عن اي موبايل فيه ستورج اسرع. انت ممكن الانيميشنز بتاعت موبايلك تكون بتقطع عشان الاستورج بتاعتك بطيئه. طبعا لو انت من ذوي الناس الجيكس شويه اللي بتستخدم شارت وبتنقل ملفات بالجيجا بايتس، ده كده هيكون ابطا. واخيرا وبعض الاضافات الاخيره زي ال 5G والحاجات دي، انت بتتكلم عن سرعات انترنت رهيبه تخطط سرعات الاستورجز اللي تقدر تستوعبها، فانت هتحتاج سرعه عاليه. مبدئيا كلمه يو اف اس دي معناها يونيفايد فلاش ستورج. حبينا نوصل للترجمه الحرفيه لمعنى الكلمه دي بالعربي، فكانت على جوجل يعني كتر الف خير وتعب معانا الايه كانت ايه تخزين فلاش عالمي. هي يو اف اس حلوه قوي، فاكس جوجل خالص، شكرا. الاستورجز دي ليها فيرجنز كتير، تبدا من 1.0 اللي نزل تقريبا حوالي 4 سنين ل 2.0 و2.1، واخيرا الموجود دلوقتي ال 3.0 وال 3.1. المتاح والموجود تقريبا على كل الموبايلات الموجوده دلوقتي هو يا اما 2.1 يا اما 3 او 3.1، يعني انت بتتكلم في الجيل الثاني والجيل الثالث، والجيل الثالث الابديتد حاجه بسيطه عن الجيل الثالث. طبقا للارقام المفروض يكون اليو اف اس 1.0 سرعته 300 ميجا بايت في الثانيه، الخط الصغنن اللي تحت ده. اليو اف اس 2 المفروض سرعته توصل لحد 1400 ميجا بايت في الثانيه، بينما اليو اف اس 3 وال 3.1 بسرعته توصل لغايه 2900 ميجا بايت في الثانيه. دي الارقام اللي بيقولوا عليها ارقام على الورق، ولكن في الحقيقه في تكنولوجيات كتيره ما تطورتش كفايه انها تستوعب الارقام دي. فالارقام الحقيقيه بتكون ان اليو اف اس 1 اللي هو نزل من فتره طويله قوي سرعته بتتراوح من 10 ل 15 ميجا بايت بالعافيه. اليو اف اس 2 ساعات سرعته توصل ل 200 و300، ولكن عاده بما ان معظم موبايلات اليو اف اس 2 بتكون مايكرو يو اس بي لحد دلوقتي، فالسرعه بتكون ليميتد ل 40 ميجا فقط. الجيل الثالث بقى من اليو اف اس اللي هو اليو اف اس 3.0 زي الموجود هنا في اوبو فايند اكس 2 برو، سرعته ممكن توصل باليو اس بي سي اللي هو 3.1 يو اس بي سي اللي هو سريع جدا لارقام ممكن تتخطى اجهزه الاس اس دي الميديوم تو هاي اند بتاعت الكمبيوتر. يعني انت بتتكلم هنا عن سرعات ممكن توصل اب تو 1.2 1.3 جيجا بايتس في الثانيه، وده رقم خرافي. كل الكلام ده جميل وكل الكلام ده اختبار سرعات وحاجات كده، عايزين بقى نشوف ريل وورد تيست. اللي احنا هنعمله دلوقتي اللي احنا هنجيب موبايل شغال بيو اف اس 3.0 جيل 3 فايند اكس 2 برو مع موبايل قديم شويه، لكن هنا عايز اقول حاجه، المعالج بتاع الموبايل ده يعتبر معالج فلاج شيب، معالج قوي جدا جدا جدا، ولكن الاستورج المستخدمه جواه يو اف اس الجيل الثاني 2.1. لو حطيت الموبايلين جنب بعض وجربت تعمل سبيد تيست هتشوف ان السيكوينشال ريد اللي هي الريدز للداتا الكبيره بتلاقي في فرق ملحوظ ان الجيل الثالث اسرع من الجيل الثاني. حاجه واقعيه جميل، ده برضو ارقام على ايه؟ على ورق. معالجين قريبين من بعض نسبيا، اه معالج الفايند اكس اقوى شويه، ولكن معالجين يعتبروا الاثنين فلاج شيبس. هتحطهم وتفتح اتفه الالعاب سبوي سيرفرز، سرعه الجيل الثالث اليو اف اس بتفتح اسرع من 2.1. سبوي سيرفرز، مايكروسوفت اوفيس وورد حتى لو فتحته هيفتح اسرع، بلاي ستور هيفتح اسرع. يا سيدي انت ممكن توصل لحاجات زي ابلكيشن مكالمات ممكن تفتح اسرع. ده مش بسبب قوه البروسيسور فقط، ده بسبب البروسيسور مع سرعه الاستورج العاليه. قعدت افكر شويه كده، طب الاستورج اليو اف اس دي تطورت قد ايه على مدار السنين؟ فقلنا احسن مقارنه نعملها نقارن يو اف اس 3.0 مع فلوبي ديسك تم اصداره من 15 سنه. اكتشفنا اول الاكتشافات دي بالارقام ان فلوبي ديسك سرعته 200 بتس في الثانيه،
والافرج الموبايلات سرعته دلوقتي 1 جيجا بايت في الثانيه. فانت تقدر تقول ان نوع الاستورج اللي هنا اسرع 5 مليون مره من الفلوبي ديسك. ولو هنروح لارض الواقع شويه فانت بتتكلم عن 10 اضعاف سرعه الهارد ديسك الطبيعي اللي بيكون 4 تيرا ولا 8 تيرا موجود في الجي بي سيهات اللي عندنا، واسرع مرتين ونص من الاس اس ديز اللي تعتبر كويسه الموجوده في تقريبا في معظم اللابتوبات الميديم تو هاي اند، اللي انت بيقول لك ايه يا باشا انت الهارد عندك هنا تيرا بس انت عندك هنا اس اس دي فانت مبسوط ان الاس اس دي، وتكتشف ان ده اسرع مرتين ونص منه، لدرجه ان انا وصلت الحته اللي قارنته مع الاس اس دي الانفيامي الهاي اند جدا الموجود في الكمبيوتر بتاعي اللي انا شاري اس اس دي لوحده، كان بتاع كده ب 6000 جنيه اس اس دي بتاع كده صغنن، واكتشفت ان سرعه ده تقريبا 0.7x سرعه الانفيامي اس اس دي الغالي جدا اللي مش موجود غير في الهاي اند اند بي سيز، ده موجود فيه حاجه قريبه منه. وهنا بقى تيجي اخر حاجه ممكن تفكر فيها وانت بتفكر تشتري موبايلك الجديد. طيب الموبايل ده بيقدم رامات كتير دي حاجه كويسه ولا يقدم لي سرعه ستورج اكتر؟ افكر في انهي افضل. بص الرامات سرعتها اسرع من اي سرعه ستورج، انت الرامات سرعتها ممكن توصل لاكتر من 100 جيجا بايت في الثانيه مثلا، هي طبعا مش بتتقاس بالجيجا بايتس وكده في الثانيه، بتتقاس بالميجا هرتز، ولكن لو عملت رام ديسك ممكن توصل لحاجه بالسرعه دي، فانت بتتكلم كرامات لا هي اسرع كتير جدا من اي نوع ستورج. ولكن انت هنا ممكن تفكر انا ممكن موبايلي يكون برامات قليله ولكن نوع ستورج كويس بحيث ان الرامات دي لما تتملي هيلغي منها الحاجات هيفضي في الاستورج، ولما ترجع تاني تفتح الحاجات اللي انت قفلتها هيفتحها من الاستورج، بس الاستورج هنا سريع فالدنيا هتكون لحد ما قريبه. لكن لو عندك رامات مش كتير قوي، عندك 3 جيجا رامات 2 جيجا رامات وعندك ستورج بطيئة، هنا بقى ممكن تبدا تحس ببطء شويه في موبايلك. ولكن هنا بقى لو عندك 12 جيجا رامات 512 جيجا يو اف اس 3 اسرع حاجه فانت هتبقى برنس بقى، فاهم؟ الموبايل ده فعلا عجبني قوي، حتى الموبايل ده اللي حمسنا ان احنا نبدا نفكر في ازاي الموبايل ده، ليه الموبايل ده سريع وايه المميز في الموبايل ده، فخلانا ان احنا نقعد نفصص فيه اكتر ونشوف حته اليو اف اس. اتمنى فيديو يعجبكم، فيديو تعليمي كده سريع، تكشر في القناه وتقول لي تحت في الكومنتس ايه الحاجات اللي انت عايزنا نتكلم عنها اكتر في موبايل، عايزنا نفصص 120 هرتز و90 و60 وازاي ده بيأثر على البطاريه والحاجات دي، قول لنا في الكومنتس تحت عايزنا نفصص ايه في موبايل اكتر. شكرا شفت الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد.